exactly qui était le code, qui était le code, liste et par Stanford, il y a rompu. هذا البرنامج أو هذا المشروع هو مشروع مهم اللي فيه اتفاقية ما بين الوكالة الوطنية للنعاش التشغيل والكفاءات وشركة أورانج ديال المغرب. الهدف هو كيف ما كتلاحظوا عندنا النسبة ديال لي نيت ديال الناس اللي ما كاينين لا في وضعية تعلم أو تشغيل عدد كثير جدا، تقريبا وصلنا في ستوك ديال المغرب ديالنا 1.5 مليون. وهذا الشباب هذا راه حتى هو شباب مغربي وعنده أمل وعنده باغي أفق، والفكرة هي أنه هاد الشباب تيدوز من واحد المراكز فيها واحد التكوينات مكثفة وفيها واحد المواكبة مكثفة في المجالات متعددة ومنها المجال الرقمي، باش يقدر الفكرة ديالو يبدعها ويمشي بها إلى آخر المطاف. هاد المراكز هي مراكز تتميز بأنها عندها علاقة مع واحد الطلب اللي موجود في المارشي كيف ما تنقولوا، وبالتالي ما كيبقاوش دوك الشباب تائهين في واحد الافكار اللي يمكن تبان لهم هما مزيانه واللي يمكن ما يكون عندها حتى شي نتيجه. كانت مرحله تجريبيه، تقريبا اكثر من 6000 شابه وشاب اللي داروا هاد التكوينات وعطات نتائج مهمه، وهذا الشيء جعل اننا كوزاره بغينا ندعموا ويكونوا مراكز اخرى في مناطق نائيه اللي الشباب ما عندوش فيها نفس الفرص اللي كتكون كيف ما كتعرفوا في المدن الكبرى اللي فيها خلق مناصب شغل. نتمنوا من الله عبر هذا الدعم يكون عندنا مراكز اكبر ويكون عندنا تكوينات احسن ونساهموا بجانب عشرات الالاف ديال الشباب مع هذه الشركه ديال اورانج، ولكن كذلك مع شركات اخرى. هذا فقط نموذج غادي نعموه ان شاء الله كوزاره مكلفه بالادماج الاقتصادي والمقاوله الصغرى والتشغيل والكفاءات. هذه الاتفاقيه الشراكه الهدف ديالها هي تمكين الشباب، خصوصا الشباب اللي ما كيزاولوا لا دراسه لا تكوين وماشي في سوق الشغل، من الخيرات في برنامج اللي مهم اللي فيه تكوينات في مجال عصري عنده امكانيات ديال الاندماج في الحياه المهنيه وديال خلق المقاولات الكبير اللي هو ميدان المعلوميات، وذلك من خبار من خلال تكوينات غادي تكون في المراكز اللي وضعها الشريك ران اشاره هذا البرنامج، وايضا الوكالات المتخصصه في ميدان ريادة الأعمال. وغادي نقوموا في هذا الاتجاه يعني بجولات عبر التراب الوطني باش نعرفوا بهذا البرنامج وباش نوجهوا الشباب ليه باش يتكون ويخلق المقاولات ديالو ويندمج اقتصاديا وتكون عنده يعني مستقبل ديالو ويخرج من العزلة ديالو. اللي كيميز هذا البرنامج هو أنه برنامج قطاعي وبرنامج موجه لمهن محددة بالمقارنة مع البرامج الأخرى اللي كتكون برامج أفقية كتهم جميع المهن وجميع يعني التخصصات والأنشطة. هذا البرنامج موجه للأنشطة مخصصة، وإلا تمكننا باش نكثروا من هذه البرامج وغادي نعملوا على هذه المسألة إن شاء الله في المستقبل، غادي تكون رؤية عند الشباب وغادي يكون عندهم توجه لأنشطة محددة وغيكون عندهم حتى التكوين عنده علاقة مع النشاط اللي غادي يخلقوا فيه المقاولة ديالهم. En tant qu'institution qui promeut l'emploi, est tout naturellement un partenaire de choix et avec laquelle nous unissons nos forces pour apporter des وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.